الحقونا الحقونا. اتصرف يا خفيف. اعمل ايه؟ اطلع بالمنتاد، هنروح في دهية، احنا هنخبط في العربيات يا بابا. يا خبر، حاسب الحمد لله هيوقع تاني، واحنا مفيش معانا جاز كفاية. كله بسببك، كله بسببك. ارجع لورا، انا معايا مسدس، والمسدس دي اللي ودانا في دهية. ونرى الآن وادي الملوك وهو يقع بلاش يقع دي يا ريس وهي أبوك. أيوة صح، بلاش يقع دي. وادي الملوك موجود وانت بتعمل ايه؟ أصل الكلام عن الأثار بيهديني. احنا لازم نتصرف يا خالي، احنا عايزين حد ينط من المنطاد عشان نطلع تاني في الهوا. طيب يلا نط، نط انت. انا معايا مسدس بقولك. وجهة نظر سليمة ومقنعة في الحقيقة. انا مش عارف اعمل ايه والجاز بينقص، حد معاه جاز؟ خليني اكلم عبدون يمكن يعرف يقول لي حاجة. ايدي محفظتي والموبايل مش لقيهم. اتفضل. طب ومحفظت انا؟ ده عشان الظروف الخاصة بس. أيوة طيب ماشي. أما وادي الملوك فموجود أيضا في البر الغربي من النيل. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي. عبدون. أيوة. تليفونك بيرن. مش مهم دلوقتي، خلينا نستريح شوية قبل ما السياح ييجوا، وبعدين نتغدى، وبعدين بجرود. ما بيردش. هات الموبايل، أنا هكلمه تاني. بص املى المنطاد هوا بس مش قوي، وخليه ينزل بالراحة. مفيش نزول هنا، أنا عايز أروح الناحية التانية. يا راجل وهي دي حاجة بإيدينا؟ البوليس هيقبض عليا لو نزلنا هنا. وهو البوليس فين؟ ما بعد خلاص.